الله يعطيكم العافية جميعا، وبسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على الجميع. حبيت عايدكم بعيد أضحى سعيد للجميع. تحياتي يا أبو حميد، وانت بألف خير يا سترنا. تحياتي للجميع، ونورتوا اللايف المتواضع. تحياتي سدوحة، أهلا وسهلا فيك أخت إيمان. تحياتي للجميع، كل عام انتم بخير، وإن شاء الله السنة الجاية يا فيصل. وعليكم السلام سدوحة. إن شاء الله السنة الجاية نكون يا رب كلنا بعرفات مع بعض متجمعين. إن شاء الله السحب يوم 8/8 بإذن الله. تحياتي باش مهندس مصطفى، والله we miss you a lot دكتورة أريكيا، and we are waiting you. وانت بألف خير باش مهندس، انت بألف خير باش مهندس هشام. تحياتي لك إن شاء الله بيوم 8/8. تحياتي، وعليكم السلام يا سيد فيصل. تحياتي والله للجميع، كل عام بخير. موجودين إن شاء الله نحن حاليا بحولي. عادة أنا بالعيد بجيب حلويات لكل سكان العمارة تبعتنا عشان نعايدهم. فهون الأكياس نفس ما أنتوا شايفين. وأنت بألف خير وصحة وسلامة. طبعا أنا هدول الحلويات بشكل عام بحبهم كتير كتير. هون لسكان عمارتنا، من طبعا من مبدأ تهادوا تحابوا، فلازم طبعا تهادوا تحابوا. وانت بألف خير وصحة وسلامة يا رب. الله يسلمك يا سيد فيصل. تحياتي للجميع، جيب لي معهم اكيد بتنورنا ان شاء الله. حياك الله بمنزلنا المتواضع، بتجي بتنورنا. وانت بألف خير وصحة وسلامة يا ست شهد، الله يعطيكم العافية. وهذا كان لايف خفيف ولطيف بسيط، حبينا نعايد عليكم جميعا. تحياتي لكل الموجودين. حاضر، أبشر أو أبشري، كلمني على الخاص واعتبره صار عندك كمان. الله يعطيكم العافية جميعا، كل عام أنتم بألف ألف خير. على رأسي يا جماعة، تحياتي، السلام عليكم. وانت بألف خير دكتور أيسام، مشتاق لك والله يا برو. وانت بألف خير دكتور يمان، تحياتي يا غالي. حتى لو ساكنة بالصباحية أو بآخر الكويت بيوصلك إن شاء الله، أبشري. دير لي بالك على الدكتور عبد العزيز وعلى على الكل حبيبي يا برو. وانت and you دكتور هبي عيد، we are waiting you in كويت. تحياتي للجميع، سلام يا حلوين، يعطيكم ألف ألف عافية.